وجه حوالي 50,000 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة في محافظات الضفة الغربية المحتلة باستثناء طلبة قطاع غزة. وقد قامت شبيبة القديس نيقلاوس خدمة الابتهال على نية نجاحهم، وذلك في كنيسة والدة الإله في مدينة بيت جالة. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. أقامت شبيبة القديس نيقلاوس الأرثوذكسية البيت جالية خدمة البراكليسي الابتهال إلى والدة الإله الكلية القداسة على نية نجاح طلاب الثانوية العامة التوجيهي، وذلك في كنيسة ميلاد والدة الإله في مدينة بيت جالة. ترأس الخدمة قدس الأب الإقونوموس بولس العلام الأب الروحي للشبيبة والجوقة، وبحضور الطلاب المتقدمين للثانوية العامة من أبناء الكنيسة. ألقى الأب العلام كلمة روحية لها معاني عميقة وعظة عن نجاح الطالب المؤمن الصبور المثابر المتمسك بالإيمان. نتمنى اليوم في صلاتنا رح نرفعها من أجل طلاب الجالسين على مقاعد التوجيهي في العالم العربي أجمع وفي فلسطين بالأخص، وأحبتنا بنخصص كمان لأحبتنا موجودين في مقاعد الدراسة في منطقة بيت لحم وبيت جالة وبيت صحور، وخاصة نذكر أيضا شبيبة القديس نيقلاوس اللي أنا راعي لهذه الشبيبة كأب روح لها وكراعي لكنيسة بيت جالة الأرثوذكسية. نتمنى النجاح، ولكن نطلب أيضا من طلابنا أن يتأنوا بالامتحانات، يصبروا بالامتحانات مع الصلاة، والصلاة هي مفتاح الفرج كما يقول الكتاب المقدس، لأننا إن لم نصلي لا يعطينا الله الحكمة أو الضرر السماوية حتى نستطيع أن نصل إلى الهدف الأسمى. وبعد الانتهاء من خدمة البراكليسي استقبلت الشبيبة المشاركين في الخدمة في قاعة الكنيسة للضيافة، وأقيمت جلسة حوارية للطلاب مع الإقونوموس العلام في أمور تخص حياتهم ومستقبلهم وكيفية الانخراط في المجتمع، وتمنى لهم النجاح في حياتهم العلمية والعملية. احنا بنوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة في فلسطين وفي البلاد العربية انهم اهم شيء هلا حاليا، لانه مش ضايل وقت كثير لامتحان الثانوية، اللي هو التخطيط الجيد اهم شيء، استغلال الوقت، النوم مبكرا، السهر الكثير يعني يمكن يجهد العقل، لكن إذا خططنا منيح بيكون يعني بيكون ممتاز. بنفس الوقت إنه نتكل على رب العالمين، لأنه أكيد رب العالمين بدعمنا، وإحنا هاي جهودنا ما رح تكون تضيع خسارة، لأنه هذا جهد سنوات. الثانوية العامة هو ثمار سنوات من الاجتهاد والمثابرة، لكن لو حتى إحنا خلال الفترات السابقة ما كنا مجتهدين لسه في معنا وقت إنه زي ما أنا حكيت ننظم وقتنا ونتكل على رب العالمين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة ميلاد والدة الإله بيت جاله.